سعيد، انت كمدرب الفريق وشايفين اليوم كان نتيجة إيجابية مع فريق الوفاق، الرأي ديالكم في المقابلة جريتوها في فاس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أولا الفريق ديال وفاق الزنغان كان كيستحق الفوز ماشي التعادل، لأن احنا لعبنا بشكل جيد، دفعنا بشكل جيد. من هذا المنبر كنشكر اللاعبين على المجهودات وداك لي كومباتيفيتي ديال كل لاعب، يعني داك القتالية ديالهم. مع الأسف الشديد كنا طمعنا في 3 نقاط، لأن رغم أن الغيابات 4 ولا 5 ديال العناصر اللي هما أساسيين في الفريق ما كانوش، رغم ذلك أن اللعابة اللي دخلوا في روم بلاصو، يعني اللي عوضوا في اللاعبين، قاتلوا بشراسة. وبكل صراحة كنحييهم هذا المنبر وكنحييهم وكنشد يديهم على يديهم، لأن لاعبين في مستوى طبقوا التعليمات. كنا نفوزوا مع الاسف الشديد، كره هذه فريق تينزل صعيب باش تفوز عليه، مركع علينا بيت، يعني ما نقولش الخطا ديال الحارس، لان الاخطاء وارده، يلعب ممكن يغلط. عزيز كان مزيان رغم الهدف، ما نبغيش بحال هذه الامور، لان بعض المرات كتقال في الهوات وفي هذه الامور ديال في المنطقه ديالنا بالخصوص، كيبقاو اي فريق خسر ولا كيكون شي خطا ديال اي لاعب كيبقاو يحملوا المسؤوليه. انا كنتحمل المسؤوليه ديال اذا كانت الهزيمه، انا كنتحمل المسؤوليه وكنهزها على الفريق. فاللاعبين كانوا بكل صراحه لعبوا بواحد الشكل جيد وطبقوا التعليمات، وهذا هو اللي كنت باغي منهم، وهذا هو الهدف ديالنا. سي سعيد، المسيره ديال الفريق وفاق الزنغان كيفاش لعب؟ واش باقي فيهم شي استماتة في اللاعب ولا خاص فريق يدير شي عناصر جديدة؟ بكل صراحة الفريق ديال وفاق الزنغان عنده واحد الروح قتالية كبيرة وكبيرة جدا. كتنقصوا بعد المسائل، لان هذه كتجي مع التأطير، ربما ما كانش شي تأطير في المستوى بكل صراحة، لان اللاعبين كتبقى تعطيهم تعليمات على يعني على جميع النواحي، لا في التكتيك دو جو ولا في طريقة اللعب، لا يعني في جميع المسائل. فهذه ما كترجعش للاعبين، هذو الأطر اللي دازوا كان عليهم يأطروا بشكل جيد. بالنسبة للفريق خصو تركيبة بشرية اللي يعني تقد باش تواكب هذا القسم الثاني هو الموسم المقبل، لان كما لاحظتوا راه ديبلاسينا ب 11 لاعب، واحد الروم بلاصو وروم بلاصو اخر الكارديان، فهذا صعيب وصعيب جدا انك تفوز ولا دير نقطه بهذا الفيكتيف اللي عندك. شكرا سي سعيد. سي علاوي، انت كمسجل الهدف وعميد الفريق، الراي ديالك في المقابله اللي جلتوها مع فريق الوفاق الرياضي لازنغان؟ الراي ديالي المقابله كانت قويه، كان شويه حنا مضغوطين لان الوضعيه ما خصنا نهربوا من اسفل الترتيب، وراك عارف مقابله الهوات راه حنا كنعانيو بزاف خصوصا هذه السنه، ومع ذاك النقص ديال اللعيبيه اكثر من 30 سنه كان عندنا واحد 70%، نقصوا لنا واحد 50% بقينا كنعانيو، والدراري الصغار انت كتشوف مقابله، وعلى العموم مقابله دازت مزيان وشكرا. سي علي، عندنا الراي النجدي المقابله هي وانه كنيو تيو من دايج نتيجه ايجابيه تيو من دايج لقيت زيفاس من غاكيتيني تقوم تيو المدرب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تشكالي على الموقع سي كان كاب كونات تقوم يدا قلت له يا شي 10 يعني تافا انا كاين حتى انا كاين جميع الشد والفده تغطيه نص المارج كاع منتصف الجوله الثانيه من الناحيه الرياضيه من الناحيه الثقافيه الى اخره. فيما يخص المقابله وفاق زنغان، اول وفاق زنغان الحمد لله اشكالي غطس في المدرب حسين الجديد، المدربه بكل صراحه صغاري قبل فداويه قبل ولكن مع الاسف ولي وشا، ولكن الحمد لله يجد لي وقت ساعة المناسب، والمدربات كيجي مجهود غير قرار بحال شي بقات الدافع في التعادل تبدا يحرم مليح غاسي تجربه تسمى تجربه لمستوى، ونتمنى ان شاء الله يلعب نغ تقينا حتى يلعب نغ نغ يلعب فئه نغ المستوى تقينا مجهود انسان تغا نغ حقيقه المقابله يكون ناقصه ليس بعض اللعابه في غاسل شنتات يلعب غاسل 4 كوراغين، ولكن رغم مني الحمد لله نحقق المبتغى وجه نقطه يوم جوج نقطه، رغم ان الزواغه تغات الزواغه تغات جوج مقابله توقعت على اساس ان راس المقابله مصيريه، وثانيا السيمانه هي تايح لان في الزوغ 3 نقاط، وشي هدف النقوه باش انا الترتيب انا راه الترتيب ان شاء الله. وبالمناسبه هي تقصي الجمهور وفاق زنغان بصفه عامه السكن وزنغان ادعو للفريق هي لان الفريق الحمد لله من ما يروح يراغي
دجال سقان دجال اثار نسن دي ماري وذا تعجبت الحال عجبت الفقار تعجبت اللعب نسن تعجبت التقنيات اللي غاي يلعبن وتا غاسي سي الجمهور مقابل قيم باش يعاونن وبالمناسبه يعاود تاخسي المسؤولين غامق دي يقدم المظهور كان عاون الفرقه في قزنغان والحمد لله نشتي السن الفرقه زوني تيلاغ تيلاغ الطاس تيلاغ مليح ديالها ولكن مع الاسف الملعب البلدي قزنغان ولا رسم الشعب مع الحشومة قاع الملعب اللي راه تيلاغ الحشومة واش نتمنى عام بيك بان شنو زماني هذه كحوفا منير كشاب منير كحوفا منير شتي نلزو طوار سبقا كملت الطاس سي هيلا دوزن توف المناسبه قد صار غالي انا تشكايت التصخ في نتي مجهود حتى باش هذا عاونا اميتو تمنينا هذا كمل ولكن واش تبديبو ونحسبو حنا نجاح اللي هلا دوز بتوفني هذا وانما نشين ونسقى ريشا اول نقطه يا خواز ما خاص نسقى لان قد تسأدي الزياره مناسبه سيدنا ان شاء الله تاني المناسبه يا باش ان شاء الله سي سيدنا في حق السيد ربي في مجلس السيد ربي نتمنى ان شاء الله انت الوحيد اللي تواري غير تما غير حق المبتغى لنا غير الملعب الملعب عشب صناعي تلا بيش 700 مليون وانت واش الحاجه تنقرات انت سي سيدنا ان شاء الله اسم شي رساله هذا غير كيجي ملعب عشب صناعي هذا يعطي الملعب لان الحكومه ثاني يعطون الحكومه تقن والو لان التقني لا ربدا قاخته ولا غتسيغي غتستمر قرا ولا تقني لا يفاسيم كناسي في مراكش اكادير طنجه تقني الماء وانما ازغن غاند النظام مهمش سمح ندايس وانت سي المارة فعلت مش على المدني الرياضي الفرقي مارة كان فوس فوس هذا معاونا مارة باش تما هذه الملعب ديال النظام هذه الملعب كزغنغان والمناسبه يا الشيء الخاص خاصه القسم الملكي سيدنا قيزق كزغنغان سيدنا خصها شي العنايه وزغنغان خصها شي العنايه تبقى من الناحيه الرياضيه من الملاعب الى اخره كل شيء بناء حرمت هذه الشوارع وانت تما المبتغى غنق هو ترجى سيد الملك لنا غادي يحصي لها بيت نجا سيد ربي انت زاد انت غنخشن تما الميزانيه باش نكعوش في الصناعي واش كان خصك كيف سكاكا وكون تخليتي مع وشكرا.